الترتيبات الأمنية اللي كنشاهدوها دابا الآن، وكتكون فيها مجموعة من الأدوات البشرية وكذلك اللوجستيكية اللي مدتنا بهم المديرية العامة للأمن الوطني، تروم إلى تأمين المواطنين في أرواحهم وفي ممتلكاتهم، وخاصة هذا السنة الميلادية اللي غتعرف التنقل وتعرف كذلك خروج وتنزه، اللي نتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم تمر في أحسن الظروف وسنة سعيدة لكم ولجميع المواطنين. شحال عدد تقريبا ديال العناصر ديال الأمنية؟ عدد اللي هو مضاعف على السنوات الفارطة، حوالي 6000 هذا بالإضافة للإضافة ديال مجموعة من الدراجات النارية اللي أول مرة غتخرج تقوم بالمهام ديالها، وهي إضافة نوعية، هذا بالإضافة لواحد المجموعة ديال السيارات حتى هي في إطار الأسطول اللي هو غادي يدعم ويجود العمل الأمني في الشارع العام. كاين شي فرق جديدة أستاذ؟ كاين عندنا بعض الوسائل اللي هي كتستعمل في إطار البصمات اللي غتشاهدوها، عندنا بعض الفرق اللي كتقوم ببعض الأعمال النوعية، راه الآن هي من بين المكونات ديال هاد المجموعة الأمنية. Thank you.
ديال المسيده ديال